طيب قبل ما نتكلم عن لجنة التخطيط ودورها في قطاع الناشئين بالنادي الأهلي، معانا مداخلة مهمة جدا مع كابتن ربيع ياسين المدير الفني لمنتخب الشباب. تحياتي ليك يا كابتن ربيع. كابتن مسام، ازاي صحتك؟ اهلا بيك ومنور الدنيا. اهلا بحضرتك، اهلا وسهلا. ربنا يخليك يا كابتن ربيع. قول لنا اخر الاستعدادات بقى لبطولة كأس العرب. عندنا تجمع ان شاء الله 5 فبراير. التجمع ده في عدد كبير جدا، انا بحب ادي فرصه للجميع طبعا، مش على حساب النظام والشغل والتركيز، لا، انا بحب ان انا اوسع دايره في المعسكر لعدد كبير جدا من اللعيبه، لان ده مهم جدا عشان برضه نحافظ على المستوى، كل واخد والناس كلها تاخد حقوقها بارض الله، وبقدم مساحه كبيره جدا لعيب مستوى هبط، لعيب مستوى اقل، لعيب فوق، لان ده بيروح ويجوا، فقدامي عدد كبير جدا حوالي 82 لعيب، بالك على 3 مجموعات، في مجموعة من 5 ل 15، في مجموعة من 5 ل 9، وفي مجموعة من 10 ل 15. تمام. وبعد كده السفر 16 بمشيئة الله تعالى إلى السعودية ب 23 لاعب إن شاء الله تعالى، إن شاء الله. لسه ما استقرتش على 23 لاعب يا كابتن ربيع. لا طبعا، في عدد كبير جدا أكيد أنا مستقر عليه، لكن أنا برضو بحب يا أسامة أفتح الباب ليه؟ لأن مهم جدا أحفز الأولاد، مهم جدا أشجعهم، مهم جدا أصبر عليهم، مهم جدا أعرفهم إن أنت بدري على المواضيع دي. تمام. ما ينفعش النهارده جاهز 23 لعيب ووقف دوري واركن عدد كبير جدا يا أسامة من اللعيبة، فاللي أقصده إن أنا بحفز اللعيبة دايما، وفي نفس الوقت ممكن يكون عندي 3 4 5 مراكز آخد من المجموعة دي، إيه المشكلة؟ أي لعيب بيثبت مستواه، أي لعيب بيحافظ على نفسه، أي لعيب بيقدم اكيد بيبقى موجود معاه في السفر ان شاء الله تعالى يا كابتن اسامه باذن الله. مجموعه مصر يا كابتن ربيع ضمت السعوديه وفلسطين والجزائر. منتخب مصر كان واجه قبل كده الجزائر والسعوديه. اول ماتش الجزائر مشيئه الله تعالى 18، ثاني ماتش 21 مع السعوديه، ثالث ماتش 24 مع فلسطين، هي 4 مجموعات ماتشات قويه. انا عاوز القوي يا كابتن اسامه، لان انا القوي هو اللي هو اللي اقدر اقيم بيه اللاعب، انا هلعب ضعيف 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 يا فرحتي بالمكسب؟ لا، انا رايح في دوره ان شاء الله تعالى، ربنا كرمني وخدت اول او ثاني في مجموعه كامله، ما قدرتش يبقى يعني هقدر ادور وادر عالي السلبيات. البطولات دي والدورات دي يا كابتن اسامه والماتشات القويه دي هي اللي بتخليني اقدر اقف على سلبياتي ايه، ايجابياتي ايه، هل ينفع معايا ولا ما ينفعش؟ لما اقابل قوه بقوه، لما اقابل سرعه بسرعه، لما اقابل مهاره بمهاره، لما اقابل جوانب تكتيكيه بجوانب، لما اقلب لاعب شخصيه لاعب وانا عندي شخصيه، الحاجات دي كلها بتخليني ادور واشوف انا فين من الصح، فين من اللاعب الدولي، فين من اللاعب اللي لازم يبقى فريق كبير، فين من السلبيات اللي بعالجها. اكيد البطولات دي والدورات دي والماتشات القويه، لان بفرح بالماتشات القويه يا كابتن اسامه، الماتشات الضعيفه مش هتفرز لي لعيبه كويسه، فاللي اقصده ان بطوله قويه، بطوله جاده جدا، فربنا يكرمنا ونقدر يا رب كده نطلع بيها بحاجه كويسه ان شاء الله. ان شاء الله زي ما استفدت من بطوله شمال افريقيا كابتن ربيع، يكون في استفاده ايضا كبيره للاعبين والجهاز الفني من بطوله العرب. كابتن ربيع ياسين لا يكل ولا يمل من ذهاب للمباريات، مش 2001 بس، 2002 و2003 وكمان دوري 2004. كابتن ربيع ياسين بيتابع كل لعيبه مصر. بتابع والله يا كابتن اسامه، في اكتر من حوالي كمان غير ان انا شفت حوالي 20 لاعب محترف. جات لي اخيرا من ولاد شباب زي الفل برضه بيسالوا عن صفحه، جابوا لي حوالي 13 لعيب محترف ما بين فرنسا وكندا والمانيا، واخد بالك؟ فدول طبعا يعني لازم. بص يا كابتن اسامه، انا بحاول اعمل جيل لمصر، الجيل ده مش هيجي، يعني مش هيجي وانا نايم في البيت، مش هيجي غير بالتعب، مش هيجي غير بالجهد، مش هيجي غير بالعمل، العمل اللي هو ايه؟ الجوانب الملعب، ان احنا نتكلم ونلف ونروح ونيجي وبعدين نشرح وبعدين نمرنهم وبعدين نعالج، ده جيل يا كابتن اسامه ان شاء الله، فالموضوع مش سهل. موضوع انا فاتح الباب للجميع واسمع عن اي لعيب كويس بروح بقى بتابع فعلا المسابقات 2003 2004 بشوف. يا كابتن اسامه يمكن اعثر في لعيب ولا حاجه، هو ده اللي يكون السبب ان شاء الله في صعودنا الى كاس الامم بشكل لا تعالى. من هنا كابتن ربيع بوجه كمان الناس حقوقها يا كابتن اسامه، عشان احاول كمان ايه ما اظلمش اي حد، بحاول ان انا ما يفوتنيش اي حاجه عشان ما اظلمش اي حد. وده شيء جيد انك حضرتك بتفتح المساحه لكل لعيبه مصر الموجوده مش 2001 لكل الاعمار السنيه الثانيه. من هنا بوجه الشكر ايضا يا كابتن ربيع للاتحاد السعودي اللي ما شاء الله عامل تجمع عربي كبير في هذه البطوله. طبعا الاتحاد السعودي يشكر، عامل بطوله كبيره جدا واحنا اشقاء طبعا مفيش كلام، الاتحاد السعودي نادي كبير، اتحاد كبير طبعا، واتحاد منظم جدا وبيسعى طبعا للتطوير دايما، فدي بطوله يعني من فتره ما شفناش تجمع عربي زي يعني زي ده، انما حاجه كويسه كلنا هنستفيد وكلنا هنعمل احتكاك وكلنا هنقدم مدارس مختلفه وقصص مختلفه وشغل مختلف، فان شاء الله يا كابتن اسامه تبقى بطوله قويه جدا، الجميع
ان شاء الله يستفيدوا منها الاشقاء بالسلوكيات والاخلاقيات والتصرف، وتجمع عربي رائع جدا جدا، وان شاء الله يتم على خير بمشيئه الله تعالى ان شاء الله. اخيرا يا كابتن ربيع، السؤال اللي دايما بساله لك وحضرتك موجود معانا، كابتن ربيع ياسين وصل بنسبه كام في الميه من التشكيل الاساسي قبل المباراه الرسميه؟ بص يا كابتن اسامه، من 40 ل 50% بصراحه. لسه لحد دلوقتي 40 50 بس؟ طبعا. خلي بالك انا بدور على يعني لعيب سوبر، لعيب ان شاء الله يمثل، يلعب فريق اول، لعيب يلعب منتخبات، لعيب يحترف. اسطوره ان شاء الله، وصلنا من 40 ل 50% ان شاء الله باذن الله. الكام شهر الباقيين يا كابتن اسامه دول نوصل للباقي بمشيئه الله تعالى ان شاء الله. ان شاء الله كل التوفيق للكابتن ربيع ياسين مدير الفني لمنتخب الشباب. يعني كابتن ربيع